مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في ليلة جديدة من ليالي سراي. وما شاء الله قضى رمضان واحنا في العشر الأواخر، ما حسينا فيه بسرعة بسرعة، ولكن ما زالت ليالي سراي دائما متجددة وما خلصنا معاكم. مع ضيوفنا اليوم عندنا نجمة من نجوم الفن راح نتعرف عليها أكيد، وهي اليوم سراي حلقتنا. لكن خلوني بالبداية أرحب بزميلاتي، مساكم الله بالخير أسرار ومساء الله بالخير نورة، ومساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم. حلقة مميزة أكيد بوجود ضيفتنا اللي منورتنا، فنانة قديرة الكل يحبها، قلوبنا مفتوحة لها، إلهام الفضالة. يا مرحبا فيك. يا مرحبا، يا هلا، حياك الله، نورتينا. بعد عمري مبارك عليكم باقي الشهر. علينا وعليك، تبارك يا رب، سنة خير علينا وعليكم، والله إن شاء الله يفكنا من هالوباء إن شاء الله قريب. آمين. يا رب. آمين. العالمين، الواحد الحين بهالأيام الأخيرة يدعي إنه يفكنا من هالأزمة. آمين. وشكرا على المقدمة الجميلة. أنا بصراحة ما أبي أقول نجمة من النجوم، لأن أنت كنتي قمر رمضان في هذه السنة وقمرنا لي اليوم في هذه الأمسية الجميلة. أول شيء نبارك لكم ألف مبروك على حفيد اليدين. يعني هذه مو قريبة عليك، شفت يده بسرعة وما شاء الله ما يبين عليك. بس الحين وضع الصبي غير في البيت يقولون. توني أقول لكم أنا شوية مع البنات أكثر. عادة اللي عنده بنات يعني يميل حق الصبيان أكثر، واللي عنده صبيان يميل للبنات أكثر، بس أنت لا. لا، ما زلت أنا وحدة وفية للبنات. أي بس مع الوقت راح تشوفين إن الصبي هم راح ياخذ قلبك. حركاته غير، دلع، تصرفاته بيأذيك بالبيت، شيلي اغراضك اللي بالصبر. نظر خليه يكبر شوي ان شاء الله. بتفرحين فيهم رمضان معاك؟ والله تمام الحمد لله، حالنا حال الباجي يعني. صح. حاضر بالليل، واللي عنده شغل بالنهار يروح يقضي. صح صح. عادي يقولون يعني الهام ان انت تحبين تطبخين وتحبين تسوين هذه الاكلات وتصيرين بعيده عن الناس اللي يشوفونها في المسلسلات والدراما، يعني صدق ست بيت مثل ما يقولون. اي طبيعي، يعني احنا في بيوتنا نختلف عن الناس يشوفونا في التلفزيون، لان في النهايه احنا حريم اول وتالي وامهات ونقعد في بيوتنا ونطبخ ونسوي، وعيالنا يا ساعات يبون طبخه معينه ندش المطبخ نطبخ لهم نضبطهم. فطبيعي يعني كوني انا امراه طبيعي وضعي، ما اشوف نفسي انا ممثله او فنانه، اشوف نفسي راعيه بيت. والهام هذا الشيء قاعد نشوفه حتى من خلال الشارع وبالسناب شات واشوفك تتفاعلين مع الناس واليهال يعني ما عندك هذه شويه ان انخش او انعزل عشان نجوميتي مثلا؟ اي لا، ما عندي هالموضوع. لا لا لا، ما عندي هالموضوع، طبيعيه ادش بين العالم، ماكو مشكله يعني، الحمد لله الناس ما يزعجوني، يعني ما احس النزعج. ما ادري انا بالي طويل يعني، والله يعني على قولتهم بالي طويل. اي فعادي اسلم واسولف، وساعات يوقفوني حريم يعني دقائق طويله، تعالي لبسك هذا مثلا من وين، مكياجك هذا شنو هذا، اعطي واخذ وياهم، ما عندي مشكله في هالموضوع. ما شاء الله انت دائما اطلالاتك حلوه ودائما تثير الجدل، تنوع تغييرك تسريحاتك الوان شعر دائما ما شاء الله، الواحد يحب انه يعرف هذا الشيء. بس انا بقول شيء على طاري الحين الاحفاد، رمضان هذا غير رمضان هذا، عندك ما شاء الله حفيد وحفيده. إيه؟ سويتي قرقعان حق منو فيهم؟ حق الاثنين. حق الاثنين. اي ام سويت لهم القرقعان. إيه؟ حلو زين، نبي نشوف معاك فيديو حق القرقعان. اوكي ونرجع. عاشوا حبايب قلبي عاشوا، سووا طريق، نبي نغني ونقرقع على احفاد الغاليه الهام الفضاله، الهام ومحمد. صبقة 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 يلا يعني ما شاء الله القرقيعان بصراحة بحلاوته، يعني صار مكس ما بين المودرن شوية على أنتم محتفظين فيه، يكون كنا صندوق مبيت. الحين صار في تحديات بين القرقيعان، مو بس بين العوائل نفسها، بين المناطق شفته والهبة اليدين. مر عليك؟ مر علي، قاعد نشوف الفيديوهات اللي تطر. خلي يستانسون والله، اطلعوا بناتك يقرقعون ولا لا؟ احنا نتمشى بالفريج كل يوم ونشوف، وفريجنا في بعض البيوت حاطين طاولات برا عند باب بيتهم اللي تسوي شعر بنات، اللي نفيش، اللي قهوه، اللي برد، وايد يعني قاعد يسوون اشياء حلوه.
والنساء كل اللي قاعد يتمشون بالفريق تحسين الاجواء احلى من القريعان التقليدي في مشاركه العوائل والبيوت. شوفي قبل غير له طعم ثاني. انا احس قبل غير كنت تقرقعينها؟ طبعا كنا نروح نقرقع، بس هم اشوف هم الحين حلو يعني كل جيل له حلاوته. يعني في ذكريات مع القرقعان ولا ما في؟ يعني انا للحين اتذكر انه مثلا عيال خالتي والبنات والشباب وكلنا نقرقع مع بعض، والشباب يمسكون هذا يطبلون على الحليب النيدو. صح صح صادقة احس صادقة والله اكيد مريت مريت بهالمواقف كلها، وكانت ايام حلوه يعني وايد، وكنا وايد فعلا مو ثلاثه اربعه لا وايد جروب نطلع جروب. صح يمكن كان يفرق من الفرق البسيط كان في اللبس والطريقه والجروبات. صح. انا بصراحه احب هذه العادات واحب ان العادات تستمر مع الناس، وانا شويه ضد انه يكون فيها تطور بانه خلينا نتماشى مع الشيء الجديد ويكون الفنادق. يعني انا شفت قرقعان يوزعون زعفران يوزعون ما ادري شنو، يعني حركات اي انا ضد هالشيء. انا مع القرقعان اللي بحلاوته اللي صدق اللي هالي سانسون في الحلويات الموجوده في القرقعان. صاد يمكن هذه الاشياء اسراء اللي هي تقولين زعفران ما زعفران تقدم حق راعية البيت، يعني المرأة العودة البنات الكبار. صحيح. اما اليهال ما راح يستمتعون فيها طبعاً. يبون الحلاوه والكاكاو مثل ما قلتي. فتلاقين بعض البنات او الحريم تسوي شيء كذي مميز تعطيه حق صديقتها او امها او اهلها كذي وتوزع حق اليهال حلاوه. يعني قاموا يسوون فنادق الحين شطار بناتنا اليوم. اليوم لا انا بعد مر علي واحد من الاحتفالات بالقرقعان مسوين جايبين لك بوكس عصير وقرقعان فلان الفلاني ويابين لك ماكينه الايس كريم وقرقعان فلان الفلاني ماكينه الايس كريم. فهذا صراحه يعني غير ما ادري مو متعودين عليه. انا مع قاعد اقول لك انا مو ضد مع هالشيء لكن ضد اللي قاعدين وايد مثلا تروح لك الماركات العالميه ما ابي اقول اسمها دعايه يمكن ولا اعلان تشتري هالاساور او هالتراتشي وتقول قرقعان. لا هذا قاعد اوفر يعني وصلنا لهالمرحله. هذا يعني احسه فسك غير انه بدخ صراحه كذي. انا بروح للاكلات. يمكن قلتي قبل شوي ان انت عيالك يطلبون منك اكلات معينه. شنو اكثر شيء يعني هذا السيجنتشر مالهم؟ يحبون عندي طريقه التوست المدور اللي اسوي له خلطه كذي خاصه في البريوش. لا مو بريوش اللي هذا، فهذه لازم لازم يطلبونها مني لازم. هذه الشغله الاساسيه. زي ما الحلويات الهام صح؟ اي اللي ما عندك البنات وكذي يعني يكون كلها عندك ولا تروحين مثلا بيت حموتك؟ حاليا في كورونا لا الحين ما في يمعات وايد قليله جدا. يمكن على طاري الاكلات ما ادري احساسي يقول انك شاطره بصبة الجيمات ولا صب القفشه؟ شوفي شاطره في الجيمات اي والله حسيت شكلي شاطره وصبها حلو بس الحين طحت على ماكينه فكتني. اي هذه الماكينه كل الصراحه حتني يعني تقطلش ثلاث حبات مع بعض فكه. بعد هذا قولي لنا من وين اقول لك الهام. يمكن في موضوع انا يعني انت امنا اي بس وايد ناس ينادونك ام فجر. انا اقول لك ليش. ليش؟ اول ما دخلت الوسط كنت صغيره يعني بالعشرينات وكانت عندي منى لكن كنت غير متزوجه فكان ما حد يفكر يناديني ام منى. يعني منو بينادي بنيه عمرها 25 26 سنه ام فلان؟ فكان ينادوني الهام 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 الهام. فتزوجت وانا في الوسط الفني ويبت فجر وانا بالوسط الفني. فلما طلعت فجر ويوني الصحافه حتى يوني في المستشفى ولقاءات ودنيا وفجر وفجر ام فجر راحت عليهم ام فجر. ففي ناس مخلصه للحين يعني الاستاذ الفنان عبد الامام عبد الله الله يقومه بالسلامه شفت له اليوم انه هو شوي تعبان. اي الحمد لله الله يقومه بالسلامه الله يشافيه يا رب. ما يناديني الا ام منى. أمنا بنتها العودة أمنا ليش نادوها فجر؟ أقول أنا فجر ولدت وأنا في الوسط. زين منى ما تزعل؟ لا عادي عندها متقبلة هالموضوع. إيه لا منى حبيبة شخصيتها وايد وايد هادية وحبيبة يعني ما عندها هذه المواضيع ما تهتم لها يعني ما تطلع معك دائما يعني بين فترات بعيدة مو ما تحب كسولة كسولة جدا اعطيها مسلسلات تقعد تتابع يعني هدوءها هدوء ما تحب تخب السوشيال ميديا وازعاج السوشيال ميديا في حالها ما لها من بحال. اكثر وحده شافك من البنات شكل بالاطباع بالاطباع أي. ولا وحده ولا وحده ولا وحده يا ريت يطلعون علي ولا ساعات تصرفات بعض التصرفات تقولين
يعني ممكن ممكن تشوفين شغله اي اقول ايه بمبلي طالع علي ممكن بس إيه؟ هذه تلاقينها في كل بناتك يعني إيه؟ في تلاقين شغله عند منى شغله عند فجر شغله عند نور انه يعني وي هذه طلعتي علي اقول لها ساعات كذي يعني إيه في بعض المواقف تصير الهام اليوم ما شاء الله وايد كم كبير من المسلسلات او الدراما الرمضانيه تحديدا خلينا نتكلم عن الكويتيه تحديدا اليوم وايد ما شاء الله وعلى فضائيات كثيره شنو اكثر شيء لفت نظرك او شنو تابعتي غير مسلسلك الناجح والله اكذب عليك اذا قلت تابعت يعني انا ما تابعت الا عملين نبض مؤقت وعملي بس هذه الاثنين يعني ما اقدر اقول لك على عمل ثالث كلش ما تابعت ولا تابعتي مسلسل مصري مثلا لا والله بس شفت كم حلقة من نسل الأغراب ووايد عجبني وقلت يعني بقعد أشوفها كذي يعني بروحي على فراقة على رواق عاد في العادة يعني بعض يعني اللي يكونون في الوسط الفني يحبون انهم يتابعون اعمال بعض علشان يشوفون ينتقدون يتعلمون يشوفون التطور اللي قاعد يصير حتى عند زملائهم بس تدرين ولا ضيف من اول رمضان للحين قال لنا تابع شيء تدرين ليش لان الناس مشغوله صار عندنا شنو شفتي هذه فتره اللي قبل الحظر نقضي مشاويرنا يعني حتى انا ساعات ما اشوف عملي في هالفتره ارجع اشوفه 4:30 مثلا او اشوفه الساعه 7 عقب الفطور فما يمديك تشوفين ما في بعدين تشبعتوا من التعب اللي طول فتره التصوير وفي الظروف اللي احنا مرينا فيها اتوقع هذا التعب يخليكم شيء تبون عزله مع نفسكم بعيد عن التلفزيون تقريبا يعني الهام انت ما شاء الله من الناس اللي راعيه واجب وتروحين اذا حد عزمك غبقات عزمك بس رمضان فقدنا هالموضوع فارق معاك الموضوع شو اطلع حظر اي ادري بس ما قلت انه فرق معاك نفسيا يعني طبعاً وزعلانه وايد زعلانه في ناس يقولون لا مرتاحين انه هدوء ما لا لا لا, لا, لا ما ابي الهدوء انا تحبين الهدوء مليت سنتين هدوء خلاص والله يعني وصلنا تعبنا يعني نبي معاتنا الحلوه نبي نستانس يعني احنا نسافر اي السفر شوي مقدور عليه بس انا تحكي احنا كالحين في الديره احنا شنو عندنا ما عندنا ترى شيء يعني حتى اماكن السياحيه فاقدينها يعني طبعاً. فشنو وناستنا شنو كسرت يا مولات يا استقبال فلانه ولدت يا ملكه فلانه يا عرس فلانه يا طبقه فلانه ماكو هالاشياء هذه كانت كسره الروتين اللي تخليك تتشجعين تطلعين تتمكيجين تلبسين تكشخين عشان تروحين هالمناسبه غير هذا ما في سوق ومطاعم بعد ما عندنا سينمات هذا كله انحرمنا منه اي والله انت شنو الفرق اللي معك بس فرق معك موضوع الغبقات والزوارات كل شيء بهالسنتين كلها اللي طافت انا ساعات غيرت مرحله اكتئاب كلنا اكتئبنا اي والله غيرتش الاحسن الهام شلون للاحسن يعني هذه الازمه ساعات يقولون كورونا غيرتنا للاحسن انه صرنا خلاص نعرف يعني شفنا احوالنا شفنا بيتنا شفنا وضعنا عدلنا شوي من عاداتنا ولا تحسين انه لا يعني جابت لك امور سلبيه اكثر لا والله جابت لنا الاكتئاب والله العظيم والله يعني ما ادري يعني قعدتك في البيت قصد طيب حرمتك من اهلك من ربعك من وايد اشياء حرمتك فشنو اللي غيرت للاحسن بالعكس في ناس يقول في ذاتنا قدرنا شوي يعني نتعايش مع العائلة أكثر نجابل البيت أكثر نشوف دراسة عيالنا أكثر هذه الناس اللي من الأساس ما كانت كذي فأنا كنت كذي أنا هذا الشيء ما فقدته يعني كوني أنا حتى ممثلة وساعات أحس بالهم إن الفنانة طول الوقت هي برا بيتها وما تدري عن عيالها لا لا لا, لا أنا عيالي بالمرتبة الأولى عندي ما كنت مقصرة وياهم يعني فما حسيت بهذا الشيء ابدا يعني ما حسيت تلاقين هذول اللي كانوا فاقدين هالشيء في الكورونا قعدوا وحسوا ان هم تغيروا انا ما حسيت تغيرت بالعكس يعني عاده البنات اكثر شيء يحنون علمهم يما نبي نطلع يما نبي نسافر يما فاكيد قاعدينك يسولفون يشتكون لك يعني امس فجور يلا بس خل نسافر بعد دراسه اونلاين سافرين ندرس اونلاين امس والله ليش نيه تسافرين والله يمكن اسفرهم شوي اغير جوهم انا اي طعام زين الحمد لله هذه اهم شيء شو موضوع التعليم عن بعد معاهم في هذه الفتره مو وايد انا معاه ضد هذا التعليم صحيح. او هذا السيستم صعب صعب خصوصا حق اللي تو باولى ابتدائي هذا بيتاسس شلون يتاسس اي والله صعب جدا صعب يعني لا 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 بس من اللي عليهم في الابتدائي ثنتين هم ولا لا لا بالمتوسط الثانوي بس لا صعب جدا صعب
حتى مخرجات التعليم ذاك يوم احنا نتكلم حصه انه يعني خايفين، يعني احنا كاولياء امور يوم احنا خايفين من مخرجات التعليم، مو بس كابتدائي وتاسيس، حتى حق الثانويه بيروحون الجامعه، ترى شيء وايد صعب وصعب. انا بالنسبه لي كاولياء امر صراحه ما جاب التيمز، انا ما اعرف له حتى احس في صعب ولا علق ولا فصل، ما اعرف ما اعرف. وتحسين حتى هم اي كلام يعني، حتى العيال لا نكذب على عمرنا، يمكن كل عيالنا انزين تلاقينا لاهي بالتليفون شوي مني، ومدرسه تسولف مني، هم بالمدرسه يلا يجاب لهم بالضبط. الهم ودي اشوف البنات شويه ميولهم، في واحده منهم يعني ودها تدش التمثيل؟ لا لا، لمحت لك ولا واحده؟ ولو تبي تدش موافقه انت على هالموضوع ولا ممكن تصعد؟ النظره الهم لا لا صعب. ليش؟ عشان متعب يعني؟ متعب جدا. شوفي انا كوني ام يعني صعب اتحمل اي كلمه تاذي عيالي، انا اتاذى هم ما يتاذون. نفس ساعات لما احنا الحين يطلع علينا مثلا كلمه او سبه او انتقاد يضيق الخلق، منو اللي يضايق؟ عيالي. امي تضايق وتعصب، الناس اللي تحبك تضايق. فانا ما ابي اصير بهالمكان، ما بيخليهم كذي بعيد، يفكرون في دراستهم في شهادتهم افضل، عاد بعدين اذا كبروا تزوجوا كيفهم ذيك الساعه. صحيح. بصراحه السوشيال ميديا هم يعني صاير يعني سلاح ذو حدين مثل ما يقولون، يمكن تكون سلبياته صارت اكثر من ايجابياته. صح. فشن تشوفين الظواهر اللي صارت في الفتره الاخيره سلبيات تاثر على المشاهير بشكل عام، على الممثلين تحديدا نتكلم؟ شوفي انا السلبيات يعني كون انسان مشهور مثلا وعنده قاعده كبيره من من الجماهير، ساعات يفقد هذا الشيء في تدخله في شأن ما يعني. صحيح. انا كوني فنانه في امور وايد ما يصير اتدخل فيها، لان ممكن اخسر وايد ناس فيها. أكيد طبعاً. يعني لا تتدخل لا في سياسه لا في دين لا في كره، لا فك عمرك من هالسوالف هذه كلها، فك عمرك عشان انت الكل يتم يحبك. فساعات اي فساعات تلاقين انسان مشهور يدخل عمره في موضوع، شوف الهجوم اللي له. فانا هذا ضده. الشغله الثانيه في بعض الخصوصيات وايد تكون خاصه، مو حلو انك تطلع على ميديا وتسولف فيها، خلها حقك يعني، مو شرط. ممكن الناس تعرف بالصدفة، ممكن الناس باكر تسمع. صح. وتسولف، لكن مو شرط أنت تطلع وتسولف فيها، مو لازم. صح. بس الهم ساعات يعني الواحد ما يكون مسوي شيء بس تلقين هم يالا نقد، هم يالا تحلطم، هم يالا مثلا أيه على الشغلة صورها يعني، هذا لا لأن ناجح الأشياء هذه أكيد هذا لا جدا. هذا وضع شيء ثاني، هذا صاحب الأكاونت يبي حق اكاونته يدور وين الناجح، شويه لويا وين نروح وي متحكين على حصه، خلينا ندور منو اللي متكلم على حصه، يروحون يتابعونه. فشنو استفاده؟ استفاد انه يجمع فولورز ويجمع مشاهدات. هذا لا صفر، هذا غير، هذا اصلا مو مؤذي. ترين ليش؟ اذا انت فعلا ما طلع ما بدا منك الغلط ويالك كلام حصه، فمعناته انت انسانه ناجحه. بالضبط. فالناس قاعد تستخدم اسمك في اسمك. اليوم الهام انت ما شاء الله وايد ناشطه بالسوشيال ميديا وبالسناب تحديدا، تشاركين متابعينك كل الاشياء الحلوه والايجابيه، تطلعين دائما بصوره ايجابيه. ولاحظت ان حتى ردودك على مثلا بعض الانتقادات البسيطه او مثلا بعض الاشياء اللي مثلا تكون انت ثايره الجدل فيها، برد بسيط وابتسامه بكل اريحيه، يعني كأنك تنقدينهم على روحهم. والله انا وايد حبيت اسلوبك في الرد. صادقه واضحك، واخذها على قشمرتها. ايه؟ اخذها على قشمره يعني، ابدا ما اخذها زعلانه ولا متضايقه، اضحك. ايه؟ اتغشمر وياهم ويستانسون صدقيني، يدشون علي بعض الاكونتات يقولون يعني خجلتينا يعني. اي بالضبط. ايه؟ بالضبط. ايه؟ صحيح. يعني انا اذكر للحين اذكر طلعتي بكل هدوء قلتي ما لقيتوا صوره احلى. الله يهداكم، يعني في صور وانا بتيله وايد حلوه، ليش جبتوا صوره؟ ترى بالحالتين كنتي حلوه اليوم. والله بالحالتين حلوه يا حبيبتي، عيونك الحلوه. تدرين برا مشاهير برا تتكلمين عن يعني الاوروبيين او الاجنبيين تحديدا ياخذون دورات في التعامل مع السوشيال ميديا، مع الصحافه، مع الناس كردات فعل. هذا الشيء احس لو احنا عندنا كمجتمع عربي بشكل عام تعلموه
راح تخف المشاكل، راح تخف حتى العصبية اللي عند بعض المشاهير. لا بس المشاهير ترى وايد تغيروا عن أول. أول وايد اشتطون يسألون من أي كلمة، الحين تعودوا وخلاص تعودوا، عرفوا لهم، عرفوا شلون يهدونهم وشلون يسكتونهم. أتوقع هذا بعدين الناس الفترة هذه لأن مع الحظر والتباعد وكذي، لا تقولين حتى لو في زوارات خفيفة هم يتم في تباعد، هم في يتم خوف، فهذا هم مأزمهم نفسيا وصايرين دائما سلبيين ويهاجمون ينتقدون بدون وجه حق، وما يكون انتقاد بناء يعني بس لمجرد النقد. الهام انت ماسكه العصايه من النص باشياء وايد، يعني نحس انك انت داشه مع الناس ونفس الوقت تخلين الناس تحط حد يعني بطريقه محيره. صح، شلون قادره تحققين هذا التوازن ما بين انك تكونين معاهم ونفس الوقت تحطين هذا الحد؟ صحيح. يعني في شيء تقولين ستوب محظور فشلون قادره تحققين هذا التوازن؟ صدق وايد صعب الموضوع، مو سهل. في امور تقدرين تشاركين الناس فيها وفي امور ما يصير لا خلاص يعني ما اقدر اقولها، يعني ما اقدر اشارك الناس فيها لانها تخصني وتخص بيتي مثلا. في اشياء خاصه ما اقدر اشارك الناس فيها، لكن اقدر اشاركهم في اشياء عاديه مثلا طلعاتي، سفراتي، لبسي، مكياجي، اشياء هذه اللي حتى يعني البنات احنا ترى نستفيد من بعض. يعني انا شوفي ما زلت اتابع بعض الفاشينيستات واشوف واستفيد، نزلت هالشغله حلوه استفيد منها، تنزلها الاكونت اتابعه اشوفه، فهذه اشياء حلوه قاعدين نفيد بعض فيها. وكثر ما تعلمين الناس تتاثر فيك زياده، تتابعك زياده، تحب تشوف ان انت شنو تقدمين. هي هذه لا يعني ما راح تفيده، لا تقدم ولا تاخر. لا اصلا اغلب الحين صار يحافظ على موضوع خصوصيته بشكل جدا كبير، يعني تنطر لي فتره بعيده بعدين مثلا تعلن ان هي مثلا حامل او تزوجت او امور نفس هذه. اضحكين يمكن هذا الشيء يعني يرد لهم بالايجاب على حياتهم. اي اي خلها بالصدفه، لا تقول حامل لين تولدي، هذا بالوي فلانه كانت حامل ولدت الحين. بس هم يمكن في وايد ناس ما زالوا يعني بالمقابل يحاولون انهم يثيرون الجدل ويزيدون متابعينهم، لان في ناس وايد خلينا نكون واقعيين نزلت مشاهداتهم نسبة كبيرة، فيثيرون الجدل من خلال هذه الإشاعات، وأحيانا تكون واقعية بيتهم بحياتهم مع أزواجهم. ما أدري شلون يعني مثلا الواحد يسمح حق نفسه بهذا التصرف، ولكن من وجهة نظرك إيش رأيك؟ أنا أدري إن أنت ضد، بس شنو تسمينه؟ ما عنده سالفة، إيش أقول لك؟ ما عنده سالفة. يعني عشان مشاهداتي قلت أروح أسوي هذا الشو؟ ما انا ما افكر كذي ابدا، يعني كيف كل واحد عاد تفكيره، ما لي شغل بالناس، ايش علينا من الناس ايش على الناس مننا. الهم انا ودي اقول لك انت دائما اطلالاتك يعني مدرسه احنا نطالعها ونتعلم منها، حبيبتي لوكاتك، فهالشيء قاعد يخليك اب تو ديت، لازم اول شيء اول باول باللوك باللبس فهالشيء هم قاعد ياخذ من وقتك اكيد، ولا مكرسة في ناس قاعدة تساعدك؟ وشون طريقة يعني إطلالتك؟ لا بروحي. بروحك؟ ما فكرتي تحطين أحد ستايلست؟ لا 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 لا, لا 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 ما أفكر. ما تفكرين؟ برافو عليك. ما أفكر لأن أنا من عمري أحب اللبس وأحب الأناقة وأحب هذا، فلا خليني على ذوقي. مو محتاجة. صحيح. غالب. حبيبتي. أكيد. يمكن اليوم تكلمنا عن موضوع رمضان، عن موضوع الحياة اللي صايرة في شكل عام مع كورونا وغيره. نورتينا أكيد حبيبتي بعد عمري بوجودك، مكملة معانا إن شاء الله في هذه السهرة، راح يعني يتعمقون الزملاء معك في موضوع الدراما وهذه الأعمال، هذا النجاح الكبير اللي كان في شهر رمضان واللي مو غريبة بصراحة. حبيبتي أكيد نورتينا، وإحنا سعيدين جدا إنك تكونين معانا كل رمضان، شمعة رمضان في أسراي حبيبتي. ويا بختكم حصة اليوم بتكملون لقاء مع الحلوة الهام الفضالة تبارك الرحمن، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لحضورك، شكرا لهذه الإطلالة الجميلة. العفو حبيبة قلبي. العافية. شكرا يعطيك العافية. معك إن شاء الله اللقاء. مشاهدينا لا تغيرون المحطة، راجعين لكم في سراي. مساكم الله بالخير مشاهدين، وحياكم الله بفقرتنا الثانية، الفقرة المميزة. دائما أقول لكم إحنا مع النجوم ونجومنا مميزين في برنامجنا إسراي، البرنامج اليومي اللي طلع عليكم من خلال شهر رمضان الفضيل. ومعنا طبعا شفت الفقرة الأولى، معنا لهم الفضالة، دائما أقول لهم ودلعها، وعندنا الحين النجم اللي كان معاها في نفس المسلسل أمينة حاف
شاب جور مساك الله بالخير. حياك الله شاب بالخير حبايبي يعطيكم العافية وعسى الله يهود عليكم بالصحة والعافية أنت والمشاهدين يا رب. منورينا والساعة المباركة ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر ويمكن خلاص راح تروح عليك انك انت المزواج. لا هو انا بسأل اول سؤال في خامسة لا خامسة من وين انت خامسة ما يصير بعد الشهر حل الاربع شرح حل الاربع حيطلق الاولى ويكمل على هذا ما يصير انطر تسوي تدوير كذا انا حاسة ان امينة بتكون بروحة على العرش بروحة ما معاك دراش يمكن يطلق وحدة وياخذ خامسة الخامسة الهام ترك رهوج ها منو كان اول والله العظيم اول امي شلون حرتهم كذي نرفزتهم وطبعا انت شوف المكروهين انا نرفز بس انت ما انكره لا انكرهتي شلون لفيتي على الريال واللي انكرهت بعد منه شهد شلون لينا ايه تنتقم من قاعده تنتقم من حريم الاولين تنتقم من حريم الاولين نسولف ان شاء الله بالموضوع بس عندنا تقرير نطلع تقرير ونرد لكم مشاهدينا ضيوفنا الليلة هم أبطال مسلسل أمينة حاف أولهم الفنانة إلهام الفضالة اللي صارت ضرورة في دراما رمضان هالفنانة اللي أكدت نجوميتها في كل عمل تشارك فيه ما احتاجت حق واسطة لأن موهبتها كانت أعظم بكثير وحسها بالتمثيل كان عالي إلهام ما يلوق عليها غير دور البطولة اسمها صار ترند وورقة رابحة لأي عمل درامي ناجح الكل يتشرف بالعمل معاها اللي عارفها عن قرب يعرف إنها راعية سنع واجب يحبها الكبير والصغير هالفنانة كل ما تكبر روحها تصغر وتزداد بجمالها أما ثاني ضيوف الليلة هو سي سيد شهاب جوهر اللي طلع لجمهورها السنة في مسلسل أمينة حاف ونبض مؤقت ليثبت حضوره وفي كل عمل حرص شهاب جوهر إنه يرسم شخصية مخالفة شكلا ومضمونا في الدراما تعودنا عليه مبدع وفي الكوميديا أثبت إبداعه إشهاب جوهر ممثل متمكن من أدواته يلعب أدواره عدل وما يقصر هالسنة ما بخل علينا بشيء إشهاب جوهر كفى ووفى الفنانة إلهام الفضالة والفنان إشهاب جوهر إسراينا الليلة شهاب اتهموا المسلسل بالتحريض على تعدد الزوجات وكان يسمونك الحاج متولي بس النسخة الكويتية بتدوس بنزين ولا ترد على العالم لا بالعكس شوف المسلسل وما في تحريض على تعدد الزوجات كثر من يعني حتى منفجر صرحت قبل فترة قريبا خلنا نستمتع بالمشاهدة للمسلسل هذا أما بالنسبة لتحريض تعدد الزوجات فهذا اتهام باطل أنا أرفضه شكلا ومضمونا لأن يعني هذا بالنهاية شرع يعني ما حد يقدر يتدخل فيه يعني ما حد قال إذا بيتزوج يعني مسلسل بشيشة طبعا ماكو يطلع عذر بس يمكن يعني اثنيناتكم ما كرهناكم للحين احنا بس في عليكم بعض الحركات شويه الاستفزازيه يعني امينه شويه مستفزه نفس الشيء بعد شهاب يعني عندك هذه الحركه اللي تسويها بشنبك شويه مستفزه الشنب هذا اللي كذي بالرابعه نعم فهل هذه الحركات مقصوده علشان تحيرون المشاهد ما بين انه يحبكم ولا ما يحبكم او كنوع من الكوميديا يعني انا بالنسبه لي إيه كنت اقصدها يعني ان تكون شوي مستفزه وان المشاهد يصير عنده لازمه ان وراء الحركه ان في شيء راح يجي شيء نطرو في شيء قريب راح يصير فكنت انا استقصد هالشيء يعني حلو بالنسبه للشلهام لا انا المشهد يوديني ها المشهد يوديك المشهد يوديني الهام أمانة يعني شوفي إحنا كنتيم واحد اشتغلنا مع بعض حتى في مسلسل كوم كفة عندك هذا الحس من داخل إن هذا العمل راح ينجح وراح يبصم ولا لا أمانة أنت تدري أنا عارف ما بيقول أدري بس بأمانة هو ترى مرة قال لي كان عنده مسلسلين وإحنا إحنا كنا عندنا يعني على برنامجنا فسألته قلت له شلون المسلسل أي عمل شل تابع هذا ولا هذا كان يقول لي أمينة حاف وقطع يعني هذا اللي راح يسمع راح يكسر فسبحان الله قاعد أقول له إيش دراك
يعني انتم كنتوا تدرون ليش اليوم ترند هو؟ انا اقول هالكلام هم يدرون في اللوكيشن، اسولف هالسالفه اقول عملنا راح يكسر، عملنا راح يصير كذي، عملنا انا ادري يعني مثل ما قال عندي هذا الحس. بس بنعرف الهام شنو المقاييس اللي تخليك تثقين؟ شو اللي تشوفينه تقولين اي اوكي احنا ضاربين السنه هذه؟ اشوفه كقصه، ككاست، كاداء، وايد وايد اشياء يعني تكمل بعض. مو كاسمك؟ يعني موجود. ممكن الاسم هم يعني ما نكذب يعني الاسم صح. مساعد بس هم انا اقول لك ايد واحده ما تصفق يعني هم انا محتاجه كاست قوي معاي، محتاجه ناس قوي، محتاجه مخرج قوي، محتاجه وايد اشياء عشان ينجح العمل، بروحي انا ما راح اقدر اسوي شيء يعني. فاحنا كملنا بعض كلنا كقصة، كممثلين، كأداء، كلنا كملنا الكاتب بعض. وما شاء الله أي. أي والكاتب، الكاتب علي الدوحان، المخرج سعد الهواري. وطبعا كاست العمل متشابه تقريبا من عن مسلسل مثلا الكون كفة وبيامين حاف. لو قالوا لك مثلا مغير سعد ترضين؟ شوف طبيعي انا اشتغل مع المخرجين كلهم، طبيعي اني انا يعني انا مو محتكره لشخص واحد، عرفت شلون؟ ولا عندي خلاف مع الناس أحد. يعني إيه مع احد، فطبيعي انا هم بعد بجرب هني وبجرب هني. بس انا ارتاح صح للاستاذ سعد الهواري يعني ارتاح. شاب يمكن شفناك بدور جديد شويه يعني مو متعودين عليك كذي، فاول ما قريت النص ما كنت متردد من الشخصيه او يعني أبي أعرف الشعور قبل؟ والله الأمانة كنت مو متردد ولكن كان في خوف، هذا خوف النجاح يعني. ساعات الممثل عنده قراءاته فأنت لما تيجي تشوف مقومات العمل يعني مثلا اللي قدامك منه الكاست كثيمة كاملة إنه مثلا أم فجر موجودة يعني أسامي حلوة موجودة، وبعدين أبو أحمد اللي هو باسم عبد الأمير يعني متعارف عليه من نجاح إلى نجاح، فما يقدم نجاح مثل هالمنتجين يعني يكونون عارفين خطواتهم لوين رايحين. مثل أم فجر عارفة خطواتها وين رايحة، فأنت لما تيجي تشتغل مع ناس يعني لهم باع في هالمجال وعارفين وين رايحين ويدورون النجاح، وكل ما خطوا يعني خطوة فيها نجاح يدورون إلى نجاح أكبر، فأنت هني شوي نفسيا تكون مرتاح كنجم داش معاهم، مرتاح أنت عارف أن الأمر الفضالة ما راح تقدم أي شيء، عارف أن المنتج ما راح يقدم أي شيء، اسم المخرج ما راح يضحي باسمه أنه يقدم أي شيء. الكاتب علي الدوحان كاتب متميز وشاب وقدم كذا عمل يعني كان خطواته حلوة. فهذا الشيء هو اللي خلاني أقدم على شيء من غير أي تردد يعني. هذا شيء حلو، حتى يمكن الهام كل سنة احنا تعودنا على هنا مسلسلات بالضبط. أنت كانت عندك مشكلة في فترة وقفت فيها شاب، وبعدين فجأة صدمت الجمهور بدور بطولة مميز مع سعاد عبد الله الفنان الكبير وجهة له تحية في مسلسل جنة هالي، من بعد ذلك طب أمينة حاف مع الشنب ها؟ بالضبط. شوف مسلسل جنة هالي طبعا هذا الدور كان ليفل جديد لي إني ألعب فيه كشخصية مغايرة تماما لجميع شخصياتي، فأم طلال الله يحفظها يعني شجعتني على هالدور إني أدخل هالليفل هذا وأقدم عليه اللي هي شخصية شوي تكون أكبر يعني اللي كان قبل يعني كلها شخصية الولد الشاب الرومانسي الحليب ولد الجامعة، خلاص يعني طلعنا من هالجلدة دخلنا على ليفل جديد. وأثناء يعني عرض المسلسل اتصل علي الدوحان قال لنا مفجر وأستاذ باسم وإنه يبوني حق رمضان الجاي في عمل مميز يعني كذي، وتم الاتفاق على هالشيء واشتغلنا. احنا بنتكلم بالموضوع أكثر بس عندنا تقرير صغير ورادين لكم مشاهدينا. عنب ودارك صير مثل هالريايل، أشوفهم بالأفلام والمسلسلات، هذا يعطي مرتهدية، هذا يعزمها على قدا ولا عشاء. عنب ودارك عمره ما قال لي امشي غديك بمطعم، عنب ودارك عمره ما قال لي امشي بالسيارة خلا قص عليك أوديك هذا شارع المطاعم أشتري لي تسمونه بمية فلس، عمره ما سواها لي، ما خذيت منه إلا التكفخ والتشعم والتدقر، حسبي الله عليه. أنت شكو ترزين ويج ليش؟ يلا دلفي أي إن شاء الله. صدق أمنون نسيت أقول لك عظم الله أجرك بطليقك مالت عليك. هذه طيبة اللي عارفها. إيه يلا يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا آسفة إن شاء الله. دلفي لا ترزين وجهك. لا شلون ما أسأل وايد، أنا بعرف أنت شو مسوي شو مهبب أي مصيبة قاطلة فيها مرة ثانية. ها بالله هذا بيت وحدة عندها فلوس، هذا بيت أنا أقول لك روح فج كبتي اللي لقيت عندي خلجونة سنعة مثل الأوادم تعال حاسبني، روح حاسبه هو.
سمعني طبعا مع ضيوفنا الجميلين في هذا الاستديو برنامج سراي شاب. مسلسل نبض مؤقت، هذا المسلسل يعني زعل بعض الممثلين وانت منهم، شو السالفة؟ انا منهم؟ اي لا كلام مو صحيح، شوف انا مو منهم، واذا في ناس زعلوا في نبض مؤقت انا ما عندي علم في هذا الشيء للأمانة يعني، بس انا كنت جدا مرتاح وسعيد وبالعكس وكنت جدا مبسوط يعني مع الجروب اللي اشتغلت وياهم، هيا ويعني انتاج كان فؤاد علي واخراج سعود بعبيد، وكان بالعكس كنا اسره واحده واستانست. كنت تدري ان برمضان راح يكون؟ بالبدايه لا ما كنا ندري، لان كان هو خارج السباق الرمضاني، لكن فجاه صار داخل السباق الرمضاني والحمد لله الله وفق. ليش زعل بعض الممثلين عيل؟ انا ما عندي علم. ما تدري ان الممثلين زعلانين في هذا المسلسل؟ لا انا ما عندي، انا ما عندي علم اذا في احد زعلان يعني. استلمتوا اجوركم؟ ايه كلكم. ايه كلنا يعني. نزلت من اجوركم؟ شلون نزلتوا من اجوركم؟ من الموضوع نزلنا من اجورنا. لا يعني انا كليت حقي يعني بالعكس يعني ما يعني اوكي يعني كنت وضعي وايد تمام، بس ليش راح اعيد التجربه معاهم؟ معاي انا احسك مو مرتاح لان رفيجي عارفك قاعد تسول. لا لان فاجأتني ان في ناس زعلوا من يعني في ممثلين زعلوا من المسلسل، فانا ما ادري ما اقدر اتكلم عن صار غيري، بس انا اتكلم عن اول مره تسمع منه. ايه اول مره اسمع منك. بس انا شخصيا اتكلم عن نفسي اني جدا كنت سعيد ومو زعلان من احد ولا هم زعلانين مني، وبالعكس وعلى تواصل وياهم يوميا يعني. وين صار عندي بلاغه؟ الهام يا الهام الهام. صدق تاخذين النص قبلها بسنه تقرينه؟ ايش دعوه؟ سنه؟ لا وايد وايد سنه عاد. سمعنا يقولون تاخذين قبلها بسنه وتقرينه وتفصفصينه ولما يكون اوكي يلا ها تعدلين عليه. هو يكون جاهز فعلا يعني. يعني صدق انا الحين عندي نص صار له 3 سنين. بعدها ما يمكن اختيارات يعني اللي تقدر يمكن لا يمكن تختار بين نصوص معينه ممكن يعني الممثل كل النصوص يختار. شنو سر الاعمال الكوميديه لبرمضان؟ يعني الحين صار هذه ثاني سنه تقريبا يكون العمل شويه كوميدي لايت كوميدي. اي ليش صارت حلاته النكهه هذه؟ تحبين هذا يعني؟ حلوه تصير المشاهد يستانس، ما يبي يشوف شيء كئيب، ما يبي يشوف شيء سوداوي كل الوقت ضايق خلقه ويبكي ويتحلطم. لا يبي يشوف هني يزعل هني يضحك هني يستانس هني يتكدر. انا احب هذا الميكس. اي بس انت حطيتي نفسك بهالقالب ان هاللون هذا لونك الهام؟ احبه بس انا اتنوع. بس ممكن تنوع يعني انا عندي اعمال وايد متنوعه وايد، بس احب هذا النوع. زين الهام انت الحين مثلا يمكن الفترات اللي السابقه والاعمال السابقه اللي انت قدمتيها كنت تقدم مثلا مع خالد امين سويتي ديو حلو، الحين مع شهاب سويتي ديو حلو. زين ليش ما في استمراريه مع الممثل اللي نجحتي معه؟ خالد امين نجحتي معه في اعمال حتى سويتي لايت كوميدي ما قاعد تحصل، ليش ما تستمرين طالما ان انت ماسكه العصايه نقول؟ اي اوكي ما عندنا مشكله، بس هم التنوع حلو هم عشان المشاهد لا يملك. زين اي بس الحين خلاص شكله ما راح تنوعين. راح تنوعين؟ لا لا خلاص الحين ما تنوع. خلاص ما راح تنوع. خلاص الحين راح تسمع كلامك وسلي يا شهاب. شهاب سلي يا شهاب. هو فعلا عندي عمل ولد من عملي الجاي ان شاء الله معي شهاب بعد ان شاء الله. زين يعني هم في نقطة احنا ملاحظينها ان نفس الجروب مال رمضان اللي طاف تقريبا تكرر هالسنه. اي تقريبا هذا مو تنوع. لا شوفي اعمالنا قبل لذتين تلاحظين ترى نفس الجروب، ما بقول لك على ايام هبه حماده وسعاد عبد الله مطلال الله يطول بعمرها، هم كان عندها مجموعه اشتغلنا ورا بعض كذا سنه، هبه حماده مجموعتها مع بعض وما زالوا مع بعض. يعني هبه كم سنه صار لها في المجال؟ انا اول عمل اشتغلت وياها في 2010، من 2010 لحد الان هي في نفس جروبها ما غيرته، وقاعد يحققون النجاح. ام طلال كذي. قبل تعالي خلينا نشوف اعمال اول، سعاد وحياه على طول. صح كلام توني اقول سعاد وحياه، ما حد مل ما حد زهق، فما هو غلط بالعكس، كافي ان احنا مرتاحين ويا بعض. بس ما تصير ما حتى عليكم مثلا ان يعني في ناس تزعل تقول هم ما تبينا، او مثلا فلان ما يبينا، او المنتج الفلاني عنده الجروب الفلاني، فهذه ما تصير حساسيه شويه بالوسط؟ اكيد تصير ممكن، بس انا ما ادري عنها. بس انا اقول لك شغله، انا مو ما ابي احد. انا ذاك اليوم قبل كم يوم اتكلم وياك على النص
إيه؟ اللي قاعد أقول لك منو اللي أحط هذا الدور. إيه صح. أنا مو بس كذي، يمكن الناس هي تفكر أنا مايب، أنا أفكر في أشياء ثانية، وايد أشياء ثانية إن هي تكمل حق هالدور. برافو. تكمل. يعني أنا مستحيل أجيب مثلاً الدور اللي معاي وايد غنية ومليونيرة، مليونيرة مثلاً، أركز منو البنت الشاطرة الفنانة الشاطرة اللي تعطيني شكل المليونيرة هذه. أنا أمانة والله إلهام مو مجاملة فيك وعشان أنا أعرفك وكذا، أنا قلتها من وراك بقول الحين قدام قدام الناس، أنت في عندك ميزة دائماً في بعض الفنانات لما يأخذون الهد في كل أعمال تبي كل المشاهد لها، كل الكاميرا تلحقها وتبي البطولة المطلقة لها. أول ثلاث أربع حلقات أنا ما عندي شيء. عشان كذي ألهام كل ما تطلعين تقولين أنا أحب البطولة الجماعية واستفيد من النجوم الشباب وحركتهم. أحبها وأنت تدري يعني والله شايفني في اللوكيشن وساعات والله يعني في كلمة أو ختمة أنا تكون لي مكتوبة في المشهد أشيلها أشيلها، أقول حرام قدم رياكشن حلو قد نهاها حلو فأشيلها، ما يهمني أنا أن الضوء يتسلط علي. أنا في أمينة حاف ثلاث الحلقات الأولى ما عندي شيء ترى. بس في أصابع اتهام تقول أن الفنانات الشباب عندهم بعض القصور، يعني مو ملتزمين، يصير فيهم بعض المشاكل يسوي يعني قاعدة تحسين هالشيء هذا صج موجود مع بعض الشباب؟ سجل ها صرخين ما صرخ عبد الله ضحك والله عبد الله مره واحده قاعد تطلع علي سمعه. لا انا بالعكس انسانه هاديه جدا، حرام قول الحق عبد الله. لا والله طيبه وهاديه، بس اللي مو ملتزم يعني المشكله في ناس ما التزموا وايد، يعني عطيتهم فرصه مره مرتين ثلاثه اربعه، يعني تخيلي انت يا تصورين مشهد فلانة تطق سلف وتمشي، شو يصير؟ شو يصير فيك؟ سكت. أول مرة سكتين. سكت. دقيت على السايق تعال خذني خلاص. والله ناس يراكم. ومرة ثانية الثالثة الرابعة فآخر يوم خلاص يعني اللي طلعت يعني. ما تستغربون من هذه السلوكيات كونكم؟ شو السلوكيات هذه؟ شو أنا بتكلم عن نقطة مهمة، يمكن أنا من جيل بين. يعني لحقت على. جيلين. إيه صح. طبعا احنا تلمذنا على ايادي اساتذه يعني مثلهم مثل الاستاذ القدير سعد عبد الله الله يرحمه، الاستاذ غانم الصالح، الاستاذ حياه الفهد، يعني اشتغلنا معاهم وشفنا وتعلمنا. لكن بالضبط يعني انا كممثل لما يجي مثلا مفجر ما تعصب ولا انا اعصب ولا عبد الله يعصب، لان انت جاي مهيئ نفسك ومحضر حق المشهد وانت عارف شو انت بالمشهد، وتخيل المشهد يطلع مشهد مهم ولا سين ماستر زين، وتي انت مودك كله ينضرب باليوم كله، اصلا انا ما راح اعرف اشتغل اوردري لاخر اليوم، ما راح اعرف اشتغله لان مزاجي هذا اكيد يكون مزاجي مضروب يعني خلاص ما اقدر اقدم اللي انا حاطه ببالي. طبعا مصلحه من العقل اني مثلا تكون عندي رده فعل لمصلحه العمل، مو رده فعل لشاني انا او لشخصي انا او لكياني. مثلا انا شهاب جوهر انه والله أساس إني أنا شاب جوهر بعصب أو اللام الفضاء هي تعصب أو أنا بعصب أو عبد الله بيعصب، لأن بالنهاية هذا شغلي راح يطلع للناس للجمهور كل واحد وهذا هذا اللي حر بالموضوع. بس شلون عبد الله باللوكيشن؟ مشاغب فيه مشاغب 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 ودوس بنزين دوس بنزين على قولتي دوس بنزين. يبا عبد الله والله انت غير. يبا عبد الله غير. الحين بنشوف تقرير مع بعض مع مشاهدين ونرجع نكمل معاكم. عطوا التقرير. انا يبنك عصيده واللي يدل العدو يصيده. وي عسل عسل. أمينة حاف ما هو اول عمل كوميدي حق الهام الفضالة؟ إلهام قدمتي أعمال كوميدية كثيرة في مسلسلات مثل الحيالة والحريم وتاكسي تحت الطلب وموزة ولوزة وعائلتي، كلها أعمال شفنا فيها الجانب الكوميدي في شخصية إلهام. ما كانت الكوميديا صعبة عليك؟ نمت غفل. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هذا؟ وجهي ليش صوتي شوهتي؟ وجهي ليش صوتي؟ أنا شوهته؟ أنا شوهت وجهك؟ أصلا أنا لما نيل الحين أمسحه ما راح تعرفين ويهج، ويهج كان فيه جرب. توجت الكوميديا أعمال إلهام الأخيرة فكانت بطلة من أبطالها، ضحكتينا عليك وبكينا من الضحك بعد. وفي هالأدوار إلهام أعلنت عن ظهور مدرسة فنية جديدة في الكوميديا النسائية، فكانت هالسنة هي سيدة الشاشة الرمضانية الأولى. جسادولي هذا خمس قاعدين. ألو هلا هلا حبيبي. إيه نص ساعة ونكون عندك إن شاء الله. I love you. Bye.
نافست غيرها وفازت بالتحدي. فهل ممكن تترك الهام الأعمال الدرامية وتتجه نحو الكوميديا؟ هذا سؤالي وانتظر منك الإجابة. بصراحة أنا ما كنت متوقعة كذي، وايد مستانسة بترحيبك فيني. يعني بعض الناس أمانة الهام شيء يعني يزعل ويونس بنفس الوقت، يعني شوف لما طلعت لقطاتش القديمة كل إنسان هسه قلت يا حليلي مثل شكلك إيه تختوخة. حلو الإنسان يغير من شكله. بعض الناس يقول طبعا شلون صارت هذه، شلون أكيد عملية أكيد مسوية أكيد مسوية. ليش كلمة أكيد أكيد يعني مسوية ليش؟ لا لا جد والله ليش البعض يضايق مع العلم إن أنا اليوم قاعد أعطيكم تجدد، قاعد أعطيكم شكل جميل على الكاميرا، وقاعد أعطيكم حتى مسلسلات حلوة، ليش الناس تزعل من نجاح الممثل سواء حتى بشكله؟ كيف هم خلي يزعلون ما يشوفون شيء؟ تيجي كومنتات كذي؟ لا والله ما تيجي. ما حالاتك زينك لا مقارنة بقبل يعني ما يقارن أنت كنت لا 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 ما حد يقارن. عادي 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 بالعكس في ناس وايد تقول لي يا حلوة أول وأنت متختخة ما زلت تمشي بالشارع الحريم بدل يا حلوة حلو خداداتك وين راح؟ واحد سالم ترى حصة. أنا قاعد أسولف لها قاعد أقولها ضعفانة وايد بس اللي جرب يعني إنه يكون متختخ ومتبتب كذي ما يبي يمتن ما يبي هالمرحلة ترجع خلاص يبي يضعف يظل يضعف. بعد يتعود على الملابس وكذا. يمكن أنا بس بنوه على شغلة شاب ذكرناها قبل شوي على مسلسل نبض مؤقت اللي كانت على مشاكل مو نبض مؤقت هو طبعا مسلسل مطر صيف. بالضبط مو نبض لأن سببتك احنا اسفين يا اخوي احنا اسفين بعطيك هديه بعد شوي احنا اسفين مطر صيف مو في مو هذا اللي صار على المشاكل بس انا خربطنا بالاسم بالاسم وعند الله انا لا حرام عليك انا ودي اتطرق حق موضوع وايد مهم ومحيرني شنو محيرك شنو السر المسلسل انه كبير صغير مستمتع وهو يشوفه يعني انا قاعده الاحظ انه 14 13 شباب وحريم كبار وريايل الكل مستمتع وهم انت قاعد تشوفين الفيديوهات اللي انزلها اي 13 بو 4 سنين و5 سنين بالضبط انا قاعد اقول لك انا إيه؟ لان عندي بالبيت هالعمر وقاعد اشوف يلا بنطالع امينه حافظ فقاعد اقول شلون كذي المسلسل مخلي هالشريحه تتابع احنا نتابع اللي فوق يعني الاعمال كبيره تتابع بالضبط يعني حتى في اطفال يعني انا عندي عيالي بالبيت مثلا مستمتعين جدا بالمسلسل ويضحكون ومستسيغين شوفي هذا حلاوه المسلسلات اللي الواحد يستمتع فيها في رمضان يعني الطفل يستمتع الجده تستمتع الجده لا تطوف جده لا تطوف على حدك شيء والعمل الاجتماعي يعني ما تخافين ان ولدك او بنتك يشوفونه ويمكن يدري عبد الله ويدري شهاب ان انا وايد حريصه في كلمات اشيلها ترى من النص وايد يعني اقول لا تابعونا يا هال يتابعونا كذي فحريصه ان وايد انقي المفردات المفروض ريايلنا ما يتابعونا علشان ان في تعدد زوجات يعني والله العظيم سوالنا سالفه القصه شوفوها كنش قاعد تقري القصه ليش امينة حاف يعني كلمه حاف شوية يعني ما نستخدمها وايد بالكويت عندنا يعني تستخدم بس نادر مشهورة بمصر نادر أكثر حاف يعني حاف حاد حاف هي حاف كلمة يعني تنقال لا حتى احنا نقولها يعني ساعد نقول حاف منتف ولا حاف منتف لا هي مقصود حاف هي حاف يعني مجرد من كل شيء مثلا من غير ولا شيء ما عنده لقب ما عنده شيء يعني مثلا أقول لك أعطيني مثلا شاي حاف بدون شكر بدون شيء ما مثلا يعني اقول لك تقدرين تقولي مثلا عبد الله قلت عبد الله حاف وانا استاذ حاف ليش مو استاذ أيوة ليش مو كذي ليش ايوه فحتى انا هذه ركزت عليها في كم مشهد انا مركزه عليها مو مكتوبه عشان اخلي الناس تفهم تعرف معناها حلو حلو زين الهام وشاب انا قبل شوي سالتها على موضوع سالفه قراءه النصوص قبل ما تدخل المسلسل في الفتره الحاليه بصراحه قاعد اشوف بعض المنتجين يدق عليك عادي تليفون شاب يمكن انت مرت عليك هذه الشغله وايد الو شاب اسبوع لي عندك تصوير هذا النص اقراه ودش زين ترضى ويعطونك اجرك لا انا شخصيا اي ممكن هذا الحكي قبل 15 سنه ممكن ارضى في حاله انتشاري لكن حاليا واخر خلينا نقول 6 سنوات 5 سنوات لا مستحيل كنت اقدم على شيء لان عندك نضوج فني يصير انت تدخل مرحله جديده عندك فكر جديد تنضج اكثر فنيا تبي تعدل على الناس تبي تشوف انت دورك شنو النص اللي معك منو يعني اليوم حتى الفنان من حقه يسال منو المخرج منو المصور يعني حتى المصور اليوم الفنان مهم يسال منو المصور صح منو مدير التصوير منو صح المخرج هو من باب شنو ان ها تتشجع وحريص تكون وانت تتفاعل مع النص وتحاول انك تبحث عن شخصيتك داخل الورق يعني داخل النص فمستحيل انا تعال يعني اسبوع تعال ادخل تعال صور يعني هذه الشغله ما قدرت تسويها الا في حال يعني انسان عزيز علي وانقاذ موقف
وممكن المنتج هذا يدش بالطوفه اذا ما اشتغل خلال هالاسبوع. حاله استثنائيه. لان إيه حاله استثنائيه انه ما عنده وقت ويعني مضكوك ولازم يسلم بالفتره الفلانيه. يعني ممكن ويطالبك طلبه، والله شابه بيك الدور كذي كذي، ممكن انا اتقاضى. زين انا مو قلت قبل شوي بعطيك هديه؟ ايه عطوا التغرير الهديه. وين هديتي؟ سيسية شخصية جسدت كثيرا في الدراما العربية والمصرية والخليجية، الشخصية اللي تجسد شخصية الرجل الشرقي بعقليته المحافظة. منو فينا ما تذكر شخصية الحاج متولي اللي جسدها الفنان نور الشريف، وكذلك الفنان يحيى شاهين في بين قصرين. اليوم نشوف شهاب جوهر في مسلسل أمينة حاف جسد شخصية السيد اللي كلمته واحدة وما تغير، رغم أن عالمه متناقض تحكمه مفارقات شخصية. شو اللي استفز شهاب جوهر في هالشخصية وهو يقرأ الدور لنقتنع بتجسيده، وشنو التفاصيل اللي ركز عليها شهاب لإبراز الشخصية؟ هذا سؤالي وانتظر منك الإجابة. طبعا مشاهدينا شفنا هذا التقرير عن سي السيد. زين ليش رابطين سالفة سي السيد بشنب كذي؟ ليش يعني ليش شنب وانا اتزوج اربع حريم؟ شو السالفة الحين؟ انا اقول لك ليش. شوف طبعا هو بالنهاية يظل الكاركتر كاركتر، عرفت؟ بس الشنب هو يعني الرجل دائما يتميز بشنو، يعني يميز على المرأة الشعر اللي بويها الشنب. فقبل حتى من قبل يعني من وين ما تبي كان اصلا عيب الرجال يشيل شنبه او يحلق شنبه، فدائما الريال المزواج ولا هذا تلقى شنب وحاط وكذي، فانت كاركتر قاعد تقدمه. اما بالنسبه حق سي سيد، طبعا في كل العالم في سي سيد، مو بس في مصر. يعني جدي وجدك، انا واحد سي سيد كويتي، اي يعني انا واحد من الناس. يعني اذا بتكلم اتكلم عن ابوي، يعني في مراحل حياته كل ابوها تزوج سبعه، زين يعني عدى سي سيد. زين ما شاء الله عدى سي سيد. فأنا هذا اللي أقولك إياه. يعني يمكن طبعا شوف الحياة لما تكون صعبة الريال يمكن صعب إنه يتزوج، بس هو الفترة الزمنية اللي قبل حياة بسيطة، لو تقعد أربع حريم بيت واحد بيت طين ويقعدون وجليب وعيش مشغول، ومن يصير من يصير المغرب يسكر بابه ويروح الدار وينام بعد شنو. عندنا فقره اسمها فقره قد كلامك، وانتم قد كلامكم. انا اول شيء انا قد كلامي. قد كلامك. انا ودي اسال سؤال، يعني هو ما دام انت قد كلامك، شنو سر تمسكك بليالي دهراب؟ احبها ان شاء الله دوم، بس ليش؟ ليش بالمسلسل اللي طافها هالمسلسل؟ البنت شاطرة. شو تحسين انها عندها طاقة؟ اي شاطرة، لا ننكر هذا الشيء، البنت شاطرة وممثلة مبدعة، يعني واثبتت نفسها ما شاء الله في وقت قصير. يعجبك ادائها؟ اي. حلو. يعجبني ادائها. تتقبل التوجيه منك؟ توجهينها؟ إيه؟ تتقبل. إيه؟ مرنة. إيه؟ مرنة وحبيبة وطيبة وعادي تنصحينها وتزفينها، ما عندها اي مشاكل. شاب في الفترة السابقة، يعني السنوات اللي انت وقفت فيها ما كنت تمثل، كان هناك حرب على اسم شهاب جوهر، حرب بين قوسين. هل الحرب انتهت استاذ؟ بالضبط الحرب انتهت، ومثل ما تقول يعني الامور ردت حق طبيعتها. انت انتصرت؟ الحق دائما ينتصر. من اللي كان يحاربك؟ يعني ما بيذكر اسامي وافتح بيبان، ولكن في منتجين اختفوا يعني بالساحه اليوم مو موجودين. ورطك في عقود وهميه مثلا؟ احتكروك في مكان؟ لا، هو كان الخضوع، ما كنت اخضع، ما كنت اخضع لاجبار اني اكون انا امسح جوخ او اني اكون تحت امر فلان ولا فلان، كنت شاري راسي. الهام طلع عراب المنتجين استاذ باسم احد اللقاءات وقال يعني اجور الفنانات وقال اجر الهام، هل هذا توريط او مثلا نقدر نقول انه هو شيء متفق عليه؟ والله لا متفق عليه ولا شيء. دفع سماعه قلت له ليش تفتح العيون علي الحين؟ الله يهداك. اطلعوا منتجين ثانيين بعد ينفون يقولون مو عني. مو عني. وقال انا استثني فنانه ما اشتغلت وياها، اللي هو يقصدني انا، لكن ما تنتجين الا مع باسم؟ اي هذا تصريح لك؟ يعني انا قلت له ذاك اليوم، يوم قالوا لي خلاص بننتج انتجي وما ادري شنو، قلت لهم اذا بنتج كبدايه يعني مع ابو احمد. ليش؟
أول شيء غير إنه أخ وصديق وأدري إنه يوقف معاي وأدري إنه سيدة ودايركت وياي لا راح يلف لا يمين ولا يسار، راح يكون لي يعني شو أقول لك، أقدر أعتمد عليه. برافو. أقدر أعتمد عليه. مقدر يعني مقدرني. أنت حتى أنا كوني أشتغل وياه يعني يقولوا لي شمعنا باسم، أقول لهم الشركة موفرت لي كل شيء، خليتني أنا صاحبة العمل، أنا منتجة العمل، يعني شنو أبي أكثر من كذي؟ ليش أهدى وأروح أدور غيره إذا هو موفر لي؟ في اتفاقية بينكم والريال مريحك وأنت مرتاحة معه بالعمل، وهذا أكيد شيء جيد. شاب الفترة الأخيرة كل الناس يهمهم سالفة أجر الفنانين وحاطين عيونهم على سالفة أجر الفنان، مثل ما تكلمت توا إلهام فضالة، ولو تسأله عن معاشه ما يقول لك. فأنت يمكن خصوصا الفترة اللي يعني الأخيرة هذه وايد ناس قالوا كم أجرك ومهتمين هذا الموضوع، تقدر تقول؟ أقول أجري؟ تقدر؟ يعني هو بالنهاية يعني شيء المنتج بيني وبينه، يعني شوف بالنهاية في منتجين، أنت في منتجين يعزون عليك، في مثلا سعرك، خل تكلم بشكل عايم أكثر، سعرك مثلا في رمضان غير عن السعر اللي خارج رمضان اللي هو الموسمين، فالسعر متغير يعني في حكم ظروف السوق، في فنانات يمكن وفنانين انفجر، تدري أيام بعض المنتجين وصلت أسعارهم 70,000 و80,000 و90,000 وكانت أجورهم 10,000 و20,000، الحين انصدموا بالواقع بعد ما اختفى منتج معين، الأجر اللي كانوا يأخذونه بالأسعار ما في إلا انفجر أجور كورونا وكم فنانة يعني شاب أجور كورونا، كل الممثلين صار معاهم دروب، لكن في بعض الممثلين يكون مستثنى إنه يرتفع أجره، مثل إحنا حضرتك أنت في المسلسل الأخير بدعت وخذيت مركز ومكان حلو في المسلسل اللي أنت قدمته، هذا الشيء ما راح يصعدك مرة ثانية فوق؟ بلى أكيد، هو شيء أنت لأن أنت شيء مخطط له وقاعد تمشي ستيب باي ستيب، بعد عملي ويا طلال والحين عملي ويا مفجر اللي مع باسم عبد الأمير أبو أحمد، يعني حتى أبو أحمد قال لي اتصال، حتى قال لي بعد ما راح تشتغل أي شيء، مو بكيفك إنك أنت تشتغل أي شيء، حلو يعني انتبه ولا تشتغل أي شيء، والكلام هذا حتى مفجر قالت لي شاب انتبه على اللي جايك، يعني هو مسؤولية أكبر واللي معلو يعني هم بعد معلومة أضيفها للمشاهدين، أبو أحمد وفر لي عمل موسمي الحين داخلنا قريب أنا ومفجر وفر عمل، يعني ما تقدر ترفع السعر على أبو أحمد يقولك إن أنا والله لا والله هو والله هو من نفسه يعني رفع من غير ما أنا أطلب منه، يعني بادر من غير لا أنا أتكلم، ممتاز يعني هو بادر من غير أنا لا أتكلم من غير لا أناقشه بأي شيء، يعني قال لي هذا السعر انت خذيت هالكثر انا راح اعطيك هالكثر، هو اللي بادر. انا عندي سؤال مو موجود بالاعداد، في سؤال مو موجود بالاعداد طرى على بالك، طرى على بالي احد المسلسل اللي طاف تقريبا، انتم نفس الجروب اللي بالمسلسل اللي طاف طيف وليالي نفس الجروب وعبد الله، ورديتوا نفس الجروب بهالعمل الا شخصيتين ما كانوا وياكم وطلعوا وقالوا احنا ما ندري ليش احنا مو موجودين بهالعمل. منو انا صار فيني فضل معاه، منو مرام ومحمود صح، هم هذول الشخصيتين ما ادري، بس هم مرام وايمان الحسيني ومحمود وناصر ليش عباس ليش عبد الله بهمن، خمس شخصيات عدل. اي ليش هالسنه مو معاكم؟ ما في دور يناسب، بس اكو دور يناسبنا او يمكن مرتبطين باعمال اخرى، يعني بالعكس إيه يعني انا ما اجيب محمود واحطه في اي دور فعلا، ولا اي مرام واحطها مثلا في اي دور، يعني انت لما تقرين النص تشوفين منو يناسبه يعني. شكرا لكم واكيد انتم قد كلامكم في هذه الفقره وبرافو، ودائما اصفق دوس مازين دايس مازين يعطيكم العافيه. الحين عندنا طبعا نقصه جميله مقدمه من يعني سراي، طبعا سراي الهام كل يعني العطورات والتقديم الحلو، قاعد نشوف الاعلانات مالتك سراي وفلور، هذا الورد الجميل، الورد من فلور وهذه نقصة خفيفة مو قدركم، ويعطيكم ألف عافية نورتونا وسامحونا على القصور، وشكرا على وقتكم واستمتعنا باللقاء الأكثر من رائع حبيبتي، وأنتوا كنتوا سراينا اليوم يا بعد قلبي، نورتونا والورد الأحمر لك يا الهام اكيد منوره مع الورد، وانت تستاهل هالورد الابيض الجميل عشان تتزوج الخامسه، اقلب شيل واحد وحط واحد، قلبي ابيض ها قلبك ابيض العافيه. اذا مشاهدينا بكذي انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم غدا باذن الله تعالى في برنامج سراي، في امان الله، مع السلامه وتصبحون على خير مشاهدينا.